دكتورة داليا، قولي لنا يعني أبرز المشاهد اللي شفتيها، أكتر ما لفت نظرك في المشهد الانتخابي للمواطنين المصريين في الكويت. احنا حضرتك بمنتهى ما تعنيه الكلمة، احنا في فرحة، احنا نازلين نشارك في مهمة وطنية من اجل استكمال بناء جمهورية مصر الجديدة. احنا عندنا زغاريد، احنا عندنا هتافات، احنا عندنا اعلام، مشاركة قوية وايجابية، اصرار على اننا نكون الجالية رقم واحد وسط الجاليات المصرية في الخارج، اصرار على اننا من خلال نزولنا للانتخابات، ودي الرسالة اللي حرصنا على نشرها من قبل العملية الانتخابية، ان احنا الانتخابات الرئاسية دي هننزل فيها بهدف واحد، وهو ايصال رسالة من المصريين في دولة الكويت للعالم كله، اننا مع دولتنا المصرية ومع قيادتنا السياسية ومع رئيسنا من اجل استكمال بناء جمهورية مصر الجديدة وحفظ امن وامان واستقرار مصر. وعشان كده هتلاقي حضرتك نزلنا بحماسة وقوة وإيجابية وهتافات إن إحنا نازلين كأننا بنؤدي مهمة وطنية، لأننا بنسعى لإيصال الرسالة للعالم بمنتهى القوة. وأظن الحمد لله الصور والفيديوهات اللي وصلت حضراتكم بتؤكد ما أنقله لحضراتكم الآن. المشهد الانتخابي في الكويت عامل ازاي؟ يعني الفئات العمرية اللي موجودة يا دكتورة، مين اللي موجود؟ السيدات ولا الشباب ولا كبار السن؟ مين اللي موجود؟ احنا حضرتك في الكويت من كافة الفئات، كبار سن، شباب، بالنسبة للسيدات طبعا السيدات يعني حضرتك عارفة دايما احنا بيبقى لينا مشاركات قوية. طب بالنسبة للرجال، الأطفال الصغيرين جايين عشان يتعلموا ديمقراطية، حتى يعني مش عايز اقول لحضرتك حتى الناس اللي تعبانه او عندهم ظروف مرضيه او من ذوي الاحتياجات، كله نازل، كله عايز يبني يشارك في بناء مستقبل مصر. كلنا فرحه، كلنا حماسه، يعني مش عايز اقول لك احنا في اجواء احتفاليه، مشهد رائع. احنا في ملحمه ديمقراطيه، الشعب مع حكومته، الشعب مع جيشه، مع شرطته. السفاره المصريه في الكويت طبعا العاملين في السفاره والقنصليه المصريه في الكويت مش عايزه اقول لحضرتك تعاون كامل معانا، فرحه بمشاركتنا، واحنا سعداء بتيسير الامور اللي بيوفروها لينا، بحيث ان العمليه الانتخابيه على الرغم من مشاركتنا الكثيفه الا انها بتتم كل مواطن خلال دقيقتين. وبالتالي انا احب من خلال البرنامج اتوجه بالشكر لجميع العاملين في السفاره والقنصليه المصريه على المجهودات الجميله اللي هم بيبذلوها في سبيل ان المرحله او العمليه الانتخابيه تتم بيسر وسلاسه وشفافيه. وبرضه بالنسبه للحكومه الكويتيه برضه احب ان اتوجه ليها بالشكر حكومه وشعبا.